السبت 30 أيلول، مجموعة اعتدت بالضرب على شخص راجع عبيته ببيروت. بصور، مجموعة تانية اقتحمت خيمة كلاود 59 بسلاح، ضربت الناس وكسرت المحل. عصابة ملثمة من جبنة ومسلحين، اختلف السلاح على أنواعه. يلي فاتوا هجموا على المكان، رعبوا الناس وزعبون وهددون، كان معهم عصي وسكاكين. قبل هالجريمتين بساحة رياض الصلح، شبيحة حاصروا متظاهرين وصحفيين بمسيرة الحريات وضربوهم. بثلاث جرائم برر المعتدين هجومهم بمواجهة الشذوذ، كأن هالكلمة صارت كافية لأي شخصين حاملين سكينة يفرضوا على مجموعة أشخاص كيف تتصرف. أنا اليوم كنت راجع بيتي روق عادي مثل أي إنسان طبيعي، بخلص سهرته وراجع بيته ليلة سبت. فجأة هيك بيلحقوني مجموعة وهيدي النتيجة. هالجرائم ما صارت بالصدفة، هيدي جرائم حرض عليها الوزير يلي يفترض فيه حفظ الأمن. من الصيف الماضي افتتح وزير الداخلية بسام مولوي خطة القمع بقرار لمنع أي نشاطات وتجمعات متعلقة بالمثلية. بعد أشهر أصدر قرار تاني لنفس الهدف، رجع بلش يحرض على المثليين باسم الله. بيكفي غضب رفضة لبعض عن نذر البشرية، ما بيكفي غضب الله بقتل حدمي بظاهرة المثلية إلا ما دمروا. كمان ادعى أنه شال أعلام قوس قزح عن مبنى لسفارة أوروبية، وبقيت وزارته ساكتة على هجوم جنود الرب على بار بالجنائية. مخطط مولوي للقمع اتوج السبت لما قوى الأمن تركت الشبيحة يقتحموا الساحة وشاركت بقمع معتصمين وصحفيين. افتتح وزير الداخلية موسم القمع من خلال الابتزاز، عم يظهر الموضوع كشارع بوجه شارع، والدولة بالنص بتبتز متظاهرين سلميين تتأمن لهم حماية من الشارع المقابل، بس بالحقيقة في دولة عم تحرض شارع وتحمي لا يهجم على مواطنين. يعني يا بتاكلوا القتلة من أجهزة النظام الرسمية يا من أدوات غير رسمية.